مشاهدينا الكرام حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. ميليشيا الحوثي تفشل في تجنيد مقاتلين جدد في صفوفها. المشاهد نت موقع إخباري يربط بين الميليشيا وعودة التداوي بالأعشاب في مناطق سيطرتها. العربي الجديد أعضاء نقابة التدريس بجامعة صنعاء مستمرون في إضرابنا عن العمل مع عدم إيقاف الدراسة. من السياسة الكويتية قاضي القضاء في الضفة الغربية بفلسطين يمنع تسجيل حالات الطلاق إلى ما بعد انقضاء شهر رمضان. أهلا بكم. يعاني الحوثيون في حشد مزيد من المقاتلين إلى الجبهات وسط انعدام الثقة بين القبائل والحوثيين، كما يقول موقع يمن مونيتور في تقرير خاص، مضيفا أنه لم تلقى دعوات جماعة الحوثي المسلحة آذانا صاغية لإسناد جبهاتهم بمقاتلين جدد، فمن عمران وهي من أكبر قبائل اليمن لم تحظى سوى ب 36 مقاتلا في ظل نقص حاد في السلاح. وطلبت جماعة الحوثي من أبناء محافظة عمران إعلان النفير العام لمواجهة ما وصفوه بالعدوان على البلاد، وقد جاءت الدعوة لتغطية النقص الحاصل في جبهاتهم القتالية خاصة في شهر رمضان. يتابع الموقع: يأتي إرسال جماعة الحوثي وقوات صالح لمقاتلين بأعداد ضئيلة لا تقارن بما كانت عليه سابقا في خطوة تظهر آلية الارتباك والخوف من الهزيمة. تعود مظاهر الحياة في مأرب بصورة سريعة ولافتة، ففي آخر الإجراءات الساعية لترسيخ الاستقرار الوظيفي، وجه وكيل محافظة مأرب علي محمد الفاطمي مكتب الخدمة المدنية في مأرب بتشكيل فرق تفتيش ميدانية لمتابعة الانضباط الوظيفي في فروع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك. ووفقا لموقع المشهد اليمني، فقد جاء ذلك خلال زيارة الوكيل لمكتب الخدمة المدنية وترأسه اجتماعا لمناقشة تعزيز الرقابة على الانضباط الوظيفي بما يحقق سهولة حصول المواطنين على الخدمات العامة التي تقدمها المكاتب وإنجاز المعاملات وتسيير مصالح المواطنين. الوزير الأسبق لوزارة الثقافة اليمنية خالد الرويشان يكتب عن الميليشيا التي تنتظر وهم حريق الخليج، وقال في مقاله المنشور اليوم: لا تندهشوا إذا تصالحت دول الخليج مع بعضها بعد أيام، الكويت وعمان ستبادران بالتوسط والوساطة، هكذا أظن، وليس كل الظن إثما، وسينجحان في التهدئة، وكالعادة سيعود كل شيء كما كان، جمر تحت الرماد، وفي العلاقة بين الدول هذا شيء طبيعي، المهم ألا ينكشف الجمر ويطير الرماد ويشتعل الحريق. هؤلاء أذكى من أن يشعلوا حريقا داخل الكنز، وحده الأغبر الأحمق الإنقلابي خارج الكنز ينتظر أن يشتعل الحريق هناك وسط الخزائن، يمارس السياسة بالأماني والوهم والانتظار تحت هجير الشمس والنار، ينتظر متمنيا واهما حتى يتساقط إعياء. يا للأحمق، سيموت انتظارا وتربصا. السياسة بالانتظار يمكن أن تكون مجدية إذا كنت قويا ومستقرا، أما ورأسك تحت لهب الهجير والنار وعيناك لا ترى، فأنت في الواقع تنتظر موتك لا موت الآخرين. عدد من الجنود الملتحقين بوزارة الداخلية التي تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي بصنعاء تحلوا بالشجاعة وخرجوا للمطالبة برواتبهم والتظاهر أمام مبنى الوزارة. ووفقا لموقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني، فإن عددا من الجنود ومنتسبي الداخلية تظاهروا اليوم أمام مبنى وزارة الداخلية وقطعوا الخط الرئيس وهتفوا بشعارات ضد مشرفي الحوثي. وطلب المحتجون سلطة الانقلاب بسرعة صرف مرتباتهم المتوقفة منذ أشهر، سيما مع استمرار داخلية الانقلاب بتمويل ميليشياتها بصنعاء، فيما ترفض صرف مرتبات موظفي الوزارة ومنتسبيها. وتداول ناشطون فيديو للمحتجين أمام الداخلية وهم يهتفون ضد مشرفي الحوثي. قتل طفل برصاص قناص ينتمي لجماعة الحوثيين مساء الأحد، كما أصيب مدنيان اثنان في هجوم مسلح
على حراسة مستشفى الثورة بمدينة تعز جنوب غرب اليمن. وقال مصدر محلي للمصدر أونلاين إن الطفل شريف محمد 5 سنوات قتل برصاص قناص أثناء اللعب مع أطفال آخرين في مدينة النور غرب تعز. من جهة أخرى أصيب مدنيان 2 في هجوم شنه مسلحون مجهولون على بوابة مستشفى الثورة العام في مدينة تعز. وقال مصدر طبي إن مسلحين هاجموا بوابة مستشفى الثورة بعد محاصرة المنطقة عقب منعهم من دخول المستشفى بأسلحتهم، وأدى الهجوم إلى إصابة مدنيين 2، حالة أحدهم خطيرة. وطبقا للمصدر فقد تمكن أفراد حماية المستشفى التابعين للواء 170 دفاع جوي من التصدي للهجوم ومنع المسلحين من الدخول وإجبارهم على الفرار بعد اشتباكات عنيفة بين الجانبين. اختراع أنقذ حياة الملايين تقف خلفه امرأة. تحت هذا العنوان كتبت شيماء المرزوقي مقالها المنشور في الخليج، وقالت في أجزاء منه: التاريخ القريب والبعيد يحمل عدة أمثلة وشواهد على مكانة المرأة، وهي التي في أحيان تتجاوز مكانة الرجل وتتعداه. فالتاريخ حافل بأسماء الكثير من النساء اللاتي تميزن وقدمن مخترعات ومبتكرات كان لها كبير الأثر. وفي أحيان أعتقد أن دور المرأة كان بالعمق لدرجة تمكنها ونجاحها من حل معضلات كانت تواجه الرجل نفسه، تساعد الرجل في القيام بمهامه. على سبيل المثال في الحرب قد يدهش البعض إذا علم أن السترات الواقية من الرصاص تقف خلف اختراعها امرأة. هذه السترات التي أنقذت حياة الملايين من الرجال في ميادين المعارك، وبالمناسبة فإن هذه السيدة لم تعمل في مصانع الجيش، بل ليس لها أي علاقة لا من قريب أو بعيد بكل ما هو عسكري. تسمى هذه المخترعة ستيفاني كوليك. بدأت حياتها في وظيفة متدنية في شركة تصنع الألياف. كان هدف ستيفاني من هذه الوظيفة جمع المال لتتمكن من دخول كلية الطب وتحقق حلم حياتها. لكنها في هذه الشركة ومع عاملها المختلفة اندمجت وبدأت أبحاثاً لتحويل البوليمرات إلى مجسمات قوية. واجهت عدة صعاب علمية وتقنية جسيمة، لذا قامت بعدة محاولات وبعشرات التجارب، وفي نهاية المطاف نجحت في صناعة محلول فريد من نوعه وغريب. وقامت بتجربتها الأولى على هذا المحلول التي تهدف لإنتاج الألياف، لكن العقبة التي اعترضتها أن أحد مسؤولي الشركة رفض طلبها لأنه خشي أن تتسبب تجربتها في تعطيل الآلات. ولكنها وبإصرارها وثقتها من مخترعها الجديد وافق في نهاية المطاف. وبعد هذه التجربة كانت قد نجحت في إنتاج ألياف صناعية خفيفة لكن قوتها تعادل قوة الفولاذ. إلى موقع المشاهد نت والذي عنون في صفحته الرئيسية حول إحدى الظواهر التي عادت مع سيطرة ميليشيا الحوثي على المحافظات اليمنية، وعنون الموقع: بسبب الحرب مرضى يمنيون يلجؤون للطب البديل. ويقول الموقع مستندا إلى طبيب صيدلي: من الخطأ أن نتصور أن التداوي بالأعشاب آمن تماما، فهناك أعشاب يؤدي استخدامها لأضرار جسيمة للصحة العامة. ويعدد الطبيب بعض تلك الاستخدامات الخطرة كاستخدام الأعشاب بديلا عن الإنسولين في حالات السكري الذي يتسبب بمضاعفات حادة قد تؤدي للغيبوبة، كما أن استخدامها مع الجروح السطحية والعميقة يترتب عليه آثار بالغة الخطورة. يضيف الموقع: يبقى المريض أسيرا لآمال الشفاء، وأي عزف على أوتار تلك الآمال يؤثر فيه، وهو السلوك الذي لجأ إليه أغلب المعالجين. وكثيرا ما تنتشر الإعلانات الداعية لذلك لتصبح حديث الناس، والأسوأ من ذلك استغلال الدين لتمريرها. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. صحيفة العربي الجديد قالت بأن الحرب في اليمن والخلافات السياسية بين الحوثيين والسلطة الشرعية تمنع صرف رواتب الأساتذة الجامعيين الذين يستمرون في إضرابهم، حيث تستمر حالة الركود في جامعة صنعاء في ظل عدم انضباط العملية التعليمية جراء الإضراب الذي دعت إليه نقابة هيئة التدريس.
أحد أعضاء النقابة فضل عدم ذكر اسمه، قال للعربي الجديد: مستمرون في إضرابنا عن العمل، لكن الدراسة لم تتوقف بشكل كامل. فبعض المدرسين التابعين لجماعة الحوثي لم يمتثلوا لدعوات النقابة، أما من استجاب فقد استبدلته الجماعة بآخرين لا يعملون في الحقل الأكاديمي. وكان معظم الأساتذة قد أضربوا عن العمل استجابة لدعوات النقابة بسبب انقطاع مستحقاتهم منذ شهور وتراجع أداء إدارة الجامعة التي تتهمها نقابة التدريس بتدمير العملية التعليمية. أما صحيفة القدس العربي فقد نقلت عن الأمم المتحدة تحذيرها من تفشي وباء الكوليرا بشكل غير مسبوق في اليمن، ما يهدد حياة 1,100,000 من النساء الحوامل المصابات بسوء التغذية. مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية لؤي شبانة قال في بيان نسب له: إن هؤلاء النساء يحتاجن إلى رعاية فورية وخدمات الصحة الإنجابية، كما عبر عن قلقه البالغ إزاء الأخبار المؤكدة بشأن انتشار وباء الكوليرا ووجود حوالي 2,000 حالة اشتباه يوميا، ولفت إلى أن النزاع الذي يعصف باليمن أدى إلى تدهور النظام الصحي بشكل كبير وأعاقه، وإعاقة وصول الأشخاص إلى الخدمات الطبية مع تعطل وإغلاق معظم المرافق الصحية. وقال البيان أيضا إن 35% فقط من مرافق الصحة الإنجابية تعمل حاليا في البلد، ويمكن للنساء أن يلعبن دورا هاما في السيطرة على انتشار الكوليرا إذا استطعن الحفاظ على مستوى معين من النظافة. حين تقتنع الإدارة الأمريكية بحقيقة أن مفتاح الحل لقضايا الصراع في المنطقة هو الحل العادل للقضية الفلسطينية، كما قال نواز شريف، هكذا يبدأ الكاتب الفلسطيني عماد شقور مقاله في صحيفة القدس العربي متحدثا عن ضرورة إيجاد حل لأهم القضايا. حين يكون في البيت الأبيض الأمريكي وفي واشنطن عاصمة إسرائيل الحقيقية رئيس في غنى عن ملايين دولارات صهاينة أمريكا واللوبيات الصهيونية فيها، وحين يكون هذا الرئيس يمينيا من الحزب الجمهوري، وأكثر من ذلك حين يكون الرئيس الأمريكي رجلا عصبي المزاج ذا فتيل تفجير قصير مثل ترامب، لا يصبح مفاجئا أن تكون إسرائيل ورئيس حكومتها اليمينية العنصرية في حالة قلق بالغ. لا تنجح ابتسامات بنيامين وسارة نتنياهو وثرثراتهما على إخفائه. عمر صراعنا مع الحركة الصهيونية مهول، يزيد على قرن من الزمان مليء بالإحباطات، وعمر معاناتنا من الاحتلال الإسرائيلي يقارب 7 عقود، وعمر ابتلائنا بالاستعمار الإسرائيلي يبلغ هذه الأيام 50 عاماً. هذه الأزمنة حفلت بالكثير من التشاؤم وبالكثير الكثير من التفاؤل، كانت الغلبة لسوء حظنا جميعا، وعلى مدى كل هذه الأزمنة من نصيب التشاؤم والمتشائمين. دعونا رغم كل ذلك نتفائل، هذا ليس عيبا. لا يعني ما قلت أننا على باب انتهاء معاناتنا من إسرائيل والحركة الصهيونية، فهذه مأساة بطبقات متراكمة فوق بعضها البعض، لكننا في اعتقادي على الأقل على أبواب مرحلة جديدة تقلل العناء والمعاناة. وأول الغيث قطر ثم ينهمر، أو كما يلخصها الحكيم الصيني: رحلة 1,000 ميل تبدأ بخطوة واحدة. في هذا السياق أتردد كثيرا فيما سأقول. سبب التردد هو ما عرف عن أو يتهم به العرب، وأنا واحد منهم، في كثرة التحدث عن المؤامرة في محاولة تفسير وتبرير هربهم من مواجهة الحقيقة والاعتراف بمسؤوليتهم وتقصيرهم. رغم ذلك أقول: أليس هناك احتمال أن يكون لإسرائيل وللحركة الصهيونية ذات الأذرع الأخطبوطية في واشنطن وموسكو وعواصم دول العالم الآخر دور في الشباك التي تنصب حول البيت الأبيض وساكنه؟ لا تزال الشعوب حول العالم مصرة على ممارسة حقها في انتزاع حقوقها. ففي فنزويلا قتل شخص ووقعت إصابات في مظاهرات بكاراكاس، وقالت صحيفة الخليج: لقي متظاهر حتفه في احتجاجات مستمرة ضد الحكومة الفنزويلية. وأعلن الادعاء العام أن المتظاهر 20 عاماً
توفي أمس الأحد في مستشفى بمدينة ليشيريا بولاية إنزواتجي. وبحسب تقارير إعلامية فقد شارك الرجل يوم السبت في مظاهرة وحدثت له إصابة إلى جانب العديد من الأشخاص، وبذلك يرتفع قتل المظاهرات المستمرة في البلاد منذ نحو 8 أسابيع إلى 60 قتيلا، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مصاب. يبدو تمسك الناس بآرائهم أكثر في المجال السياسي من المجالات الأخرى، إذ أن عقولنا أكثر تفتحا في الأمور غير السياسية. ووفقا لموقع هاف بوست عربي، فقد بحث علماء النفس الأسباب الممكنة وراء كوننا عنيدين فيما يتعلق بالمعتقدات السياسية، إذ تلتحم الهويات التي نوليها تأييدنا بهويتنا التحاما، وهذا يعني أننا نعتبر الهجوم على معتقداتنا الراسخة هجوما على ذواتنا، والعقل جبل على حماية نفسه. يضيف الموقع: عندما نهاجم فإننا نرد الهجوم بمثله، أو ندافع عن أنفسنا كما لو كان لدينا جهاز مناعي للأفكار غير المريحة، جهاز يمكنك رؤيته وهو يعمل بالفعل. ويؤكد الموقع أن الخلافات السياسية ستستمر مهما حاولنا تقليلها. صحيفة السياسة الكويتية وفي صفحتها الرئيسية قالت إن قاضي القضاء في الضفة الغربية محمود الهباش أصدر تعميما على المحاكم الشرعية في الضفة يتم بموجبه منع تسجيل حالات الطلاق إلى ما بعد انقضاء شهر رمضان، وقال إن الإجراء جاء بناء على تجارب واجهت المحاكم خلال شهر رمضان في الأعوام السابقة، حيث يتخذ بعض الأزواج قرارات سريعة وغير متزنة بسبب الصيام. وأضاف البعض يتخذ من نقص الطعام والتدخين سببا لإثارة المشاكل، سيما أن طبيعة الصائم في نهار رمضان تكون في حالة من عدم الاستقرار، وبناء عليه تكون قراراته سريعة وغير متزنة. وأوضح أنه سيتم تسجيل بعض حالات الطلاق إذا اقتضت الضرورة، ذلك فقط بالاعتماد على تقارير دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري. كان أمبرتو إيكو في 10 من عمره عندما شارك في مسابقة وطنية بين طلاب المدارس وحل في المرتبة الأولى، ودارت المسابقة الإنشائية حول سؤال فاشي هو: هل يجب الموت في سبيل مجد موسوليني وخلود إيطاليا؟ سيكبر إيكو ليصبح واحدا من أهم الكتاب، وسيكتب حول الفاشية نصا يحاول الكاتب اللبناني عبد وازن قراءته والتدقيق فيه في مقاله في صحيفة الحياة. وقال وازن: يسمي إيكو الفاشية التي يسعى إلى تفكيكها بالفاشية الفطرية والأبدية، وهي برأيه تحيا بيننا ولو متنكرة، ولا بد من تعريتها وكشف أقنعتها وفضح تعابيرها الجديدة الرائجة باستمرار في كل جهات العالم، وأحيانا ببراءة وبراءة تامة. ويستخلص إيكو 14 نموذجا لهذه الفاشية الفطرية والأبدية ويحللها مستخدما أدواته كناقد ومفكر ومؤرخ. والنماذج هي: عبادة التراث، رفض الحداثة، عبادة العمل من أجل العمل، عدم القدرة على تحمل النقد، استغلال الخوف من الاختلاف، تعبئة صفوف الطبقات المتوسطة المحبطة والمحرومة، هاجس المؤامرة خصوصا الدولية، هاجس الثراء الاستعراضي وقوة العدو، الرؤية إلى النزعة السلمية بصفتها تواطؤا مع العدو واحتقار الضعفاء، عبادة البطولة المرتبطة بعبادة الموت، الذكورية، الشعبوية، الكيفية القائمة على إقحام الشرعية البرلمانية، استخدام النوفلينج. والنماذج هذه التي أمعن إيكو في تحليلها ليست جاهزة ونهائية، بل هي تحث على السجال، وبعضها يصب في النقاش الدائر اليوم في أمريكا وأوروبا حول قضايا شائكة مثل الشعبوية والثراء الاستعراضي والخوف من الاختلاف وسواها. وبدا واضحا من خلال هذه النماذج أن الفاشية لم تبقى رهن حدودها السياسية والعسكرية، ووقفا على مفهومها العام وعلى الرموز الدكتاتورية التي رسختها تاريخيا، إنها الفاشية التي تعيش بيننا ونعيشها، تحكم مسار حياتنا، نختارها أو تختارنا، نتواطأ معها قصدا أو عن غير قصد. كم أصاب أمبرتو إيكو في مقاربته الجديدة للفاشية الحديثة والقديمة المتجثرة في الروح البشرية والمكتسبة سياسيا أو سلطويا، سليلة التاريخ والعصر الراهن. إنها فاشيتنا نحن مثل ما هي فاشية الآخرين، فاشية ثقافتنا مثل ما هي فاشية السلطة والمال والعنجهية واللا إنسانية.
جولتنا المصورة ستكون من قرية الخطيب حراز محافظة صنعاء، عبر مجموعة من الصور التقطها المواطن عبد العزيز المارس وأقام بنشرها في صفحته على الفيسبوك. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.